السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شباب أولى ثانوي، صلي على حبيبك النبي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. صديقي أنت تعبت، أنا حاسس بيك والله. أنت كان عندك في إعدادي مادة اسمها علوم كانت مجنناك، طلعت أولى ثانوي لقيتهم بيدولك تلات مواد كده، الواحدة فيهم أصعب وأكبر من العلوم، صح كده؟ بص يا صديقي، انت واحدة واحدة بتتدرب بتتعود. بص اي حاجة في بدايتها بتكون صعبة، مع الوقت تتعود عليها. بص لما تبقى مية وسهلة بالنسبة لك تلاقي سحبها منك وداك حاجة اصعب، صح؟ ده الحياة كلها كده يا صديقي. فانت تعود بقى، انت هتقعد بص تذاكر وتتدرب وتتعود لغاية ما تبقى متمكن، تلاقي نفسك دخلت الكلية يا صديقي. تالتة ثانوي بقى هتبقى بص، تالتة ثانوي دي السنة اللي هي ايه، انت هتلاقي نفسك بقت بتاكل الكتب. بص بقت ما بتعديش معلومة. عرفت ازاي اذاكر بقى؟ ما انت عندك خبرة بقى في اولى وتانية. ما انا قلت لك اولى وتانية دول عبارة عن ايه، بص تجربة لتالتة، تمارين لتالتة. تطلع تالتة تلاقي نفسك خلاص عارف كل معلومة، تعرف تستفيد منها ازاي، تعرف ممكن يجيبها في الامتحان ازاي، صح كده؟ صح. تطلع بقى كلية تلاقي الموضوع بقى اصعب بمراحل، ويا حبذا بقى لو دخلت كلية علمية كده، يا حبذا. فانا عايز اقولك ان انت لازم تستمتع بالموضوع ده، فاهم؟ الحاجة اللي ما تقدرش عليها استمتع بيها، استمتع بالمعرفة، استمتع بالمادة بتاعتنا. مادة الاحياء مادة كلها تخيلات، تخيلات لحاجات حقيقية، مش تخيلات لحاجات مش في الواقع، بس حاجات كلها موجودة جوه جسمك. فدي حاجة انت ممكن تشوفها، يعني والله انا عمري ما شفت الحاجات دي، عمري ما سمعت عن الحاجات دي، انا عمري ما فكرت في ده. انت لما تطلع معانا تانية ثانوي هتاخد ازاي الانسان بيتنفس. طب بص ليه الاكسجين ده مهم؟ طب ليه لو كتمت نفس واحد او خنقته يموت؟ صح كده؟ هتدرس الدم وتعرف الدم بيتكون من ايه، وليه الدم ده مهم، وليه لما الانسان بيتعور ودمه بيفقد دم كتير بيبقى لازم يعوض الدم ده، وايه فايدة الدم اساسا، يعني ايه الحاجة اللي الدم بيعملها علشان يبقى مهم قوي كده. يبقى شخص هيموت لازم ينقلوله دم، شخص تاني بص قلبين الدنيا على فصيلة الدم بتاعته. طب ليه؟ بص هتعرف اهمية القلب. ليه القلب ده هو اللي يعني بص تقول ايه، قلبي يا راجل، ده قلبي اغلى حاجة عندك هي قلبك، صح كده يا صديقي؟ صح. طيب القلب ده ليه غالي قوي كده؟ هتعرف الكلام ده كله. بص درس ورا درس، ترم ورا ترم، سنة ورا سنة، هتلاقي الموضوع بقى عندك حصيلة معلومات كفيلة انها تدخلك كلية الطب يا صديقي. ما هي كلية الطب دي لو هتعتمد مادة من المواد اللي انت بتاخدها دي فهي المادة بتاعتنا، اللي هي مادة الايه؟ الاحياء. فانا عايزك تاخد الموضوع كمعلومات اكتر ما انك تاخده كامتحان، ان انا داخل احل الامتحان واجيب درجة واطلع او انجح بس واطلع. ليه يا صديقي؟ ليه؟ انت عندك معلومات محترمة جدا، معلومات لازم تكون عارف، معلومات لازم تتخيل وتوسع خيالك معاها، صح كده؟ صح. طيب صديقي احنا كنا وقفنا فين؟ والله احنا كنا وقفنا في العضيات الغشائية. خلصنا العضيات الغشائية؟ لا، اخدنا جزء منها وفضل جزء تاني، صح كده؟ اخدنا الخلية بالجدار الخلوي بتاعها، بالنواة، بالغشاء الخلوي، صح كده؟ وعرفنا السيتوبلازم ده عبارة عن ايه، وقلنا لك ان السيتوبلازم ده فيه عضيات، قسمنا العضيات دي لعضيات غشائيه وعضيات غير غشائيه. اخذنا العضيات الغير غشائيه وخدنا جزء من العضيات الغشائيه، وفضل لنا مين؟ ثلاث عضيات بس، ثلاث عضيات يا صديقي. وبص مش عايز اشوفك غير في الدرس الاخير، يعني عشان لسه في مراجعات يا صديقي. هدخلك باذن الله الامتحان، انت عارف هو ممكن يجيب لك ايه. الاسئله اول ما تفتح الكتاب تلاقيها بتخضك، دي تحس انك ما خدتهاش ولا شفتها في الشرح. بص يا صديقي الاسئله دي ليها طريقه معينه للحل، هنعرفها مع بعض في الايه، في المراجعات. لازم بص الشرح وحده ما يكفيش، لازم تشوف المراجعات. باذن الله هننزل المراجعات بدايه من الاسبوع اللي جاي اللي وراه على طول، فان احنا هيبقى معانا وقت كبير قوي ان احنا نقدر نراجع فيه ونبدا نثبت لك كل معلومه اخذتها. طيب يا صديقي عشان ما اطولش عليك، علشان اصلا المحاضره بتاعت النهارده صغيره فمش هطولها في المقدمه بقى، صح؟ بص بقى يا صديقي، اول عضي عندي غشائي من العضيات اللي هناخدها النهارده هو الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ده عباره عن ايه بقى يا صديقي؟ بص يا صديقي، اول ما اقول لك ميتوكوندريا تقول اي تي بي، وانت عندك معلومات بتقول ان الاي تي بي ده العمله بتاعه الخليه،
والله الخلية عايزة تقوم بوظيفة معينة. بص بص، ما انت جسمك ده كله خلايا صح؟ الخلية دي كلها بتشتغل علشان ايه؟ علشانك. فالخلية دي علشان تشتغل محتاجة طاقة. طب الطاقة عند الخلية اسمها ايه؟ اسمها ATP. طب ايه بقى علاقة الميتوكوندريا بالـ ATP؟ قالك والله الميتوكوندريا دي، الاسم الغريب ده، هي دي اللي بتصنع الطاقة بتاعت الخلية. عارف انت مش ماما بتعمل لك الاكل علشان تعرف تشتغل، علشان تعرف تذاكر، علشان نفس الفكرة. الميتوكوندريا دي الماما بتاعت الخلية، بتعمل لها الاكل بتاعها ليه؟ علشان تقدر تقوم بالعمليات بتاعتها. يبقى الطاقة او الـ ATP موجود فين؟ في الميتوكوندريا. طيب يا صديقي تعالى الاول اما اقول لك وصف الميتوكوندريا دي. والله دي عضيات غشائية كيسية الشكل، عملها شباب كيس كده صديقي، كيس والله. ليه؟ قالك لان هي فيها، بص احنا قلنا دي عضاية ايه؟ عضاية غشائي صح؟ قالك والله دي عضاية غشائي ونص، عضاية غشائي ونص. ليه ونص؟ قالك والله عندها غشاء خارجي وغشاء داخلي. عندها غشائين يا صديقي. قطع لسان اللي يقول عضاية بس ويسكت، اسمها عضاية غشائي ونص. طيب الميتوكوندريا دي بتصنع ايه يا صديقي؟ قالك والله بتصنع الطاقة الـ ATP بتاع الخلية. طيب الميتوكوندريا دي ما ينفعش يبقى شكلها كبير يا صديقي، هي الميتوكوندريا دي حجمها صغير. طب علشان تتغلب على الموضوع ده وتعرف تنتج طاقة كتيرة، تعرف تعمل التفاعلات اللي تنتج بيها طاقة كتيرة، قالك والله الغشاء الداخلي بتاعها، شايف الغشاء ده يا صديقي؟ ده غشاء خارجي اهو وده غشاء داخلي. بص الغشاء الداخلي عامل ازاي؟ فيه ثنايات كتيرة قوي. بص الثنايات دي، ثنايات اهي، ثنايات. ليه ملولو كده يا صديقي؟ قالك والله بص الغشاء ده الداخلي ده لو عامل كده بس جواها، هيبقى مساحة سطحه صغيرة. انما بص لو انا جبت الغشاء الداخلي ده وفردته هلاقيه طويل بطول السبوره دي. ليه؟ لان هو ملولو كده يا صديقي، ملولو وملولو وملولو. عارف انت الفكره زي ايه؟ لما تجيب سلك وتفرده صح كده؟ طب لو جبت نفس السلك ده وقعدت تعمل له تنايات تنايات تنايات، هتلاقيه اثر صح كده؟ كمل بقى السلك بنفس الطريقه. فاهم الفكره؟ فاهم الفكره؟ يبقى لما حصل فيه ثنايات كده زادت مساحه سطح مين؟ الميتوكوندريا، او مساحه السطح المتخصص في الميتوكوندريا ان هو يعمل الطاقة. تمام كده يا صديقي؟ اللي هو يعمل مين؟ اللي يعمل الـ ATP. طيب بص بقى يا صديقي، الثنايات دي سميناها حاجة اسمها الأعراف. الثنايات دي سميناها الايه؟ الأعراف. يبقى يا صديقي الأعراف موجودة فين؟ في الغشاء الخارجي ولا الداخلي؟ في الداخلي. طيب الميتوكوندريا عندها غشاء واحد ولا اتنين؟ لا، عندها اتنين، غشاء خارجي وغشاء داخلي. والحاجة اللي في النص دي بنسميها الحشو. كيسة باشا وجواها حشو في النص، ما تشغلش بالك بأكتر من كده. طيب تعالى بقى يا صديقي نتكلم بشكل ايه؟ أدق شوية. قالك والله تتركب الميتوكوندريا من ايه؟ قالك عندها جدارين غشائيين، واحد داخلي وواحد خارجي. يمتد من غشائها الداخلي، بص بقى، يمتد من غشائها مين؟ الداخلي، مجموعة من الثنايات. بص يا صديقي ايه الثنايات؟ ايه ثنايات؟ تعرف بالأعراف. انا مفيش اي حاجه لسه قايلين الكلام ده. طيب بعد الاعراف حشو الخليه اللي هو موجود جوه، مفيش مشكله. يبقى عندنا حاجه اسمها الاعراف. طب الاعراف دي فايدتها ايه يا صديقي؟ وانا بقول لك بتزود، كنا بنقول ايه؟ الاعراف دي يا صديقي بتعمل ايه؟ بتزود مساحه سطح مين؟ مساحه سطح مين؟ الميتوكوندريا، اللي تقدر تعمل عليه مين؟ تعرف تنتج عليه ATP. يبقى لما اجي اقول لك الوظيفه بتاعته بقى يا صديقي، الوظيفه تعتبر المستودع الرئيسي لإنزيمات الخلية. إيه إنزيمات الخلية دي يا صديقي؟ بص يا صديقي، أي خلية بيكون عندها مجموعة من الإنزيمات. الإنزيمات دي بتساعدها في إن هي تعمل وظيفتها. تمام كده يا صديقي؟ يبقى لما أقول لك تعتبر المستودع الرئيسي لإنزيمات الخلية، ما تتخضش. يعني لما الخلية تعوز إنزيم معين ينشط لها حاجة معينة، يسرع لها حاجة معينة، تروح تجيبه منين؟ من الميتوكوندريا. هتلاقيه موجود على الحشو إن شاء الله. طيب بص بقى يا صديقي، تعتبر مستودع لتخزين الطاقة. ها الطاقة اللي هي مين؟ الـ ATP صح كده؟ الـ ATP اهي، ATP صح كده يا صديقي؟ تخزين الطاقة. الطاقة دي جايبها منين؟ قال لك والله دي متحررة من تكسير الجلوكوز. بص بقى يا صديقي، الطاقة بجيبها منين؟ من الأكل صح كده؟ فاكر لما قلت لك أهمية الجلوكوز في الوحدة الأولى؟ معايا ولا إيه؟ الجلوكوز يا صديقي، الجلوكوز ده سكر، فاكره؟ سكر بسيط. ما علينا، قلت لك من أهمية الجلوكوز إن هو بيستعمل في إيه؟ الخلية تاخده تكسره تطلع منه طاقة. طيب هتكسره فين؟ بص في الميتوكوندريا. عرفت بقى؟ جمعت؟ ربطت الدنيا ببعضها؟ طيب مين اللي هتكسره؟ الميتوكوندريا، تطلع منه طاقة وتقوم مخزناها عندها.
فين؟ في الميتوكوندريا. طب الطاقه دي اسمها ايه؟ اي تي بي. تمام كده يا صديقي؟ طيب تعالى بقى اما اقول لك تعريف الاعراف، لما اقول لك ايه هي الاعراف هتقول لي والله دي ثنايات موجوده على الغشاء الداخلي لمين؟ للميتوكوندريا، صح كده؟ طب بتعمل ايه؟ قال لك تعمل على زياده سطح الغشاء الداخلي. تعمل على زياده سطح الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. ليه؟ علشان الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ده اللي بيتم عليه ايه؟ التفاعلات اللي بنتج بيها الاي تي بي. تمام يا صديقي؟ طيب ايه هو الاي تي بي؟ الاي تي بي هي عمله الطاقه فين؟ في الخليه. طب بص بقى يا صديقي، كل ما الثنايات دي تزيد كل ما ايه اللي يحصل؟ التفاعلات اللي بتطلع لي الاي تي بي او الطاقه تزيد، كل ما الاي تي بي نفسه يزيد، صح كده يا صديقي؟ يعني لما اقول لك العلاقه بين الاعراف لما تزيد ايه اللي يحصل للطاقه او الاي تي بي؟ يزيد. يبقى العلاقه اسمها ايه؟ طرديه. كل ما ده يزيد ده يزيد. تمام كده يا صديقي؟ في حاجه صعبه؟ ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه. في كام سؤال بقى كده هيثبتوا لي هل انت فهمت فعلا الميتوكوندريا اللي هي اصلا حته قد كده دي ولا لا. بص بقى يا صديقي، الميتوكوندريا دي ايه؟ قال لك بالله عليك ليه الميتوكوندريا بتتواجد بكثره في خلايا العضله؟ ليه الخلايا العضليه، خلايا موجوده في العضله بيبقى عندها ميتوكوندريا كتير؟ بص يا صديقي، خليه عضله يبقى ايه؟ بص حركه كتيره. طب الحركه دي هتصرف عليها منين؟ بفلوس؟ معاها فلوس هي الخليه؟ لك لا، لازم عندها ميتوكوندريا كتير عشان تعرف تعمل اي تي بي كتير، اللي هو ايه؟ الطاقه بتاعت الخليه، صح كده؟ صح. يبقى لما اقول لك ليه او فسر لي ليه الميتوكوندريا موجوده كتيره في الخلايا العضليه، هتقول لي والله علشان الخليه العضليه بتحتاج قدر كبير من الطاقه او قدر كبير من الاي تي بي، والميتوكوندريا هي المسؤوله عن انتاج مين؟ الاي تي بي. تمام كده يا صديقي؟ طيب لما اقول لك ايه هي وظيفه الاعراف هتقول لي سهله قوي، مفيش اي مشكله، والله دي بتزود مساحه سطح الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. طب بص بقى يا صديقي، ده سؤال عايز واحد فنان، هسيبك تجاوب لي عليه. عايز واحد فنان كده وايه وبص بيجيبها وهي طايره. ليه الميتوكوندريا بتتاثر بمذيبات الدهون؟ ايه الدهون يا صديقي؟ الدهون، عارف الدهون؟ المذيب بتاع الدهون، فاكر قلنا مين هو في واحد الوحده الاولى صديق؟ كنا خدين حاجه اسمها لايبيدات فيها دهون. المذيبات بتاعت الدهون كانت ايه؟ الكيروسين فاكر، والبنزين طيب ماشي. ليه بقى الميتوكوندريا بتتاثر؟ لو جبت بص ميتوكوندرياية او مجموعه ميتوكوندريا ورميتهم في شويه بنزين هيتاثروا. ليه بقى؟ ليه هيتاثروا هيبوظوا هينكموا ليه يا صديقي؟ تاني عضي النهارده معانا هو الفجوات. ايه الفجوات دي يا صديقي؟ والله انت ممكن تجاوب لوحدك. الفجوات دي عباره عن ايه؟ والله دي حاجه كده زي العلبه، حاجه زي الكيسه. فجوات، فجوه يعني من جوه ايه؟ فيها فراغ بيتملى بحاجه. تمام؟ ايه الفجوات دي يا صديقي؟ قال لك والله دي اكياس غشائيه. بص كيسه شبه فقاعيه، عامله شبه الفقاعات كده، تحسها فقاعه في نفسها. بص شكلها عامل ازاي؟ والله تحسها فقاعه فعلا، يعني انا حاسسها فقاعه، انا ممكن اقول عليها فقاعه ما اقولش عليها فجوه. طيب يا صديقي، ممتلئه بسائل، مش فقاعه بقى جواها هواء، لا دي جواها سائل. طيب بتوجد فين؟ قالك والله دي بتوجد في الخلايا الحيوانيه بس بتكون صغيره وعددها كتير. في النبات بقى قالك في الخلايا النباتيه بيبقى عندها واحده بس من الفجوه دي، وبسميها الفجوه العصريه، وبتكون كبيره. يعني الانسان او الحيوان بيكون عندهم الفجوات دي، بتكون في الخليه الفجوات دي بتكون كتيره، صح كده، وصغيره. طب النبات بقى قالك طلعي عنده فجوه واحده، العدل يا باشا، بس تبقى كبيره بقى، صح؟ وسميتها الفجوه العصريه. بص كلام تافه. طب وظيفتها ايه بقى؟ قال لك والله فجوه، قلت لك ان هي من جواها فراغ بيحيط بيها سائل، يبقى ساعتها هتبقى ايه؟ تخزين. هي فجوه يبقى هخزن جواها، صح؟ تخزين الميه لان جواها سائل، والمواد الغذائيه. دي فايده. قال لك والله ممكن تعمل حاجه تانية، ممكن تخزن الفضلات بتاعت الخليه. مش الخليه دي بتنتج طاقه وبيطلع منها فضلات؟ مش الخليه دي بتعمل عمليات حيويه وبيطلع عنها فضلات؟ قال لك والله ممكن تخزن الفضلات دي لحد اما الخليه تشوف لها صرف. عارف انت في البيت لما يكون عندكم حته كده ما بتستعملوهاش بتقوموا حاطين فيها ايه؟ الكراكيب، صح كده؟ لغايه اما نشوف لها صرفه بقى هنرميها ولا نوديها فين، صح كده؟ صح كده يا صديقي. خلاص الفجوات خلصت. ميتوكوندريا والفجوات، الوصف اكياس، اماكن تواجدها توجد في الخلايا الحيوانيه بس صغيره وكتيره، في الخلايا النباتيه بتكون واحده وكبيره، اسمها ايه؟ اسمها الفجوه العصريه. وظيفتها اما تخزين الميه والمواد الغذائيه او تخزين الفضلات لحين التخلص منها. اخر عضي معانا يا صديقي وهو البلاستيدات. البلاستيده دي يا صديقي عضي رايق جدا.
قال لك والله انا عضي اختار الخلايا اللي اكون فيها، انا عضي ما اقبلش غير بالخلايا النباتيه. يعني ايه؟ يعني البلاستيدات مش موجوده غير في الخلايا النباتيه يا صديقي. طب الخلايا الحيوانيه؟ لا ما عندهاش بلاستيدات. لما تعرف دلوقتي البلاستيدات بتعمل ايه هتقول فعلا البلاستيدات موجوده في الخلايا النباتيه بس، عمرها ما تكون في الخلايا الحيوانيه او في خليتك انت كانسان. طيب بص يا صديقي، البلاستيده هي شكلها زي ما انت شايف، بص هي عباره عن ايه؟ قرص كبير كده، عارف القرص اللي هي المنفوخه كده شبه رغيف العيش يا صديقي، رغيف العيش، البلاستيده عامله شبهه. طيب عباره عن ايه؟ قال لك والله لما جينا فتحناها، لما جينا شقيناها كده اديناها واحده كده فتحناها عملنا لها باب كده، قال لك والله ده لقيتها هي كمان بتكمل غشائين. اه والله عندها غشاء خارجي وغشاء داخلي برضو. يعني ايه؟ بص عضي غشائي ونص، ده عضي غشائي ونص. ليه؟ لان عنده غشاء خارجي وغشاء داخلي. يبقى تاني يا صديقي، لقيت عنده غشاء خارجي اللي هو لونه اسود ده، وغشاء تاني داخلي اللي انا رسمه لك بالايه؟ بالازرق. طيب يا صديقي حلو قوي، بصينا جوه لما فتحنا لقيناها بتتكون من حاجه اسمها جوه الحشو. الحشو برضو زي ما قلنا، بس الحشو هنا يا صديقي اسمه ستروما. الحشو سميناه الستروما. ايه الاسم الغريب ده؟ هو اسمها، هي اسمها كده يا صديقي، الحشو سميناه الستروما، سميناه الستروما او الحشو. تمام يا صديقي؟ طيب لقينا جوه قرص صغيره. ايه ده يا صديقي انت حاشي الرغيف ولا؟ اه والله لقينا قرص صغيره كده. بص قرص، قرص كتير فوق بعضها، قرص كتير فوق بعضها. طيب القرص دي اسمها ايه؟ قال لك والله اسمها الجرانا. القرص دي يا صديقي اسمها الجرانا. خمس قرص يا باشا مترصصين فوق بعض، سميناهم مين؟ الجرانا. يبقى تاني يا صديقي، غشائين، واحد خارجي وواحد داخلي. بعد كده عندنا حاجه جوه اسمها الحشو بنقول عليها الستروما. بعد كده لقيت الحشو ده اللي هو كل اللي جوه يا صديقي، كل اللي جوه بقول عليه ستروما. الحشو اللي جوه كله بقول عليه ستروما، يعني انا بقول عليه حشو اللي جوه رغيف العيش ده حشو او ستروما. طب هو جوه ايه؟ قال لك بقى بص انا لقيت جواه قرص صغيره كده، حاجات شبه القرص. بص اقراص فوق بعضها، كل صف بيتكون او كل عمود بيتكون من ايه؟ من خمس اقراص. سميتها الجرانا، سميتهم على بعض كده الجرانا، وبتتكونوا من ايه؟ من خمسه. تمام كده يا صديقي؟ سميناها الجرانا. طيب بص بقى تعالى يا صديقي، وصفها عباره عن ايه؟ قال لك والله دي عضيات غشائيه متنوعه الاشكال، ليها اكتر من شكل ولون يا صديقي. إيه ولون بجد؟ اه والله بص معايا، اماكن وجودها. طيب قال لك والله موجوده في الخلايا النباتيه بس زي ما قلت لك. طب تركيبها بتتكون من غلاف مزدوج، بعد كده ستروما اللي هو الحشو، واللي جوه ده اسمه ايه؟ الجرانا، اللي هي بتتكون من عباره من خمس قرص. خمس قرص يا صديقي. طيب هتعرف معايا دلوقتي كل حاجه. انواعها بقى يا صديقي، قال لك والله بص عندي بلاستيده لونها ابيض بقول عليها بلاستيده بيضاء، وعندي بلاستيده ملونه، ملونه يا صديقي، ملون احمر واصفر وكده، وعندي بلاستيده خضراء. تسمع عن البلاستيده الخضراء؟ ايه اللي اسمع البلاستيده الخضراء؟ البلاستيده الخضراء دي يا صديقي، البلاستيده الخضراء كنت بقول ان هي دي اللي بتعمل البناء الضوئي. البلاستيده الخضراء هي اللي كانت بتعمل عمليه البناء الضوئي، اللي النبات منها بيعرف يصنع الغذاء بتاعه. فاكر البناء الضوئي؟ النبات بيعرف يغذي نفسه وينتج الجلوكوز لوحده من غير ما ياخده من حته. بينتج الجلوكوز ازاي؟ عن طريق عمليه البناء الضوئي. طب كنت قلت لك من شروط عمليه البناء الضوئي ان النبات اللي يكون عندي يكون لون اخضر. طب بص يا صديقي، هو النبات ده لون اخضر ليه؟ قال لك والله علشان عنده حاجه هي اللي بتعمل البناء الضوئي اسمها البلاستيده الخضراء. يبقى بص الموضوع مرتبط ببعضه. علشان النبات يعمل بناء ضوئي كنت اقول لك لازم يكون اخضر. ليه؟ علشان يكون اخضر دي هو اخضر بسبب ان عنده البلاستيده اللي مخليه لون اخضر، لان البلاستيده نفسها خضراء. يبقى مرتبطين ببعض، بلاستيده خضراء، نبات، بناء ضوئي. لازم التلاتة يكونوا موجودين. لو عندي النبات وعندي البلاستيدة الخضراء يبقى لازم في بناء ضوئي. طب لو عندي بناء ضوئي وعندي النبات يبقى لازم النبات ده عنده بلاستيدة خضراء، صح كده يا صديقي؟ صح. طيب البلاستيدة البيضة دي يا صديقي ايه يعني بتعمل ايه؟ قال لك بص البلاستيدة الخضراء البيضة دي، البلاستيدة البيضة دي مبدئيا ما عندهاش صبغات. ما هي الصبغة دي اللي بتلونها، صح كده؟ ما هي ما عندهاش صبغات فعشان كده لونها بقى ابيض. بص يا صديقي البلاستيدة دي، طيب النبات طالما البلاستيدة دي ما بتعملش بناء ضوئي، العملية اللي بتخليه ينتج الأكل بتاعه ويشيل الجلوكوز ويعمل طاقة والكلام ده كله، أمال هي فايدتها إيه؟ قالك والله دي تخزين، دي بتخزن نشا. دولاب يا باشا، البلاستيدة البيضاء دي عبارة شبه الدولاب، دولاب المطبخ كده، بتخزن نشا. طيب دي موجودة فين؟ بص يا صديقي بتخزن نشا.
يبقى هتبقى موجودة في النباتات اللي فيها نشا كتير. بص بص، ماما كانت تقول لي كل بطاطا عشان فيها نشا كتير، فيها كربوهيدرات كويسه اللي هو النشا. ليه؟ لان عندها بلاستيدات بيضه بتخزن نشا. البطاطا والبطاطس واوراق الكرنب الايه الداخليه، البطاطا والبطاطس واوراق الكرنب الداخليه. الكرنبايه يا صديقي مش فيها ورق كتير، ملناش دعوه باللي بره، الورق اللي جوه هو اللي عنده مين؟ عنده بلاستيده بيضاء. طب تعالى البلاستيده الملونه بقى. قالك والله البلاستيده الملونه دي عندها صبغه اسمها صبغه الكاروتين. الكاروتين دي بتخلي صبغه الكاروتين دي بتخلي النبات، ما هي البلاستيده دي بتاثر على شكل النبات، بتاثر على شكل الخليه ومنه لشكل النبات كله. يعني البلاستيده دي والله وليكن لونها اصفر، هتخلي الخليه لونها اصفر والنبات كله يبقى لونه اصفر. يبقى عندها الملونه دي صبغه اسمها الكاروتين. بص بص، يا تخلي لونه اصفر يا احمر يا برتقاني. طيب بص بص، بتعمل ايه بقى دي؟ يعني دي كنا قلنا بتخزن نشا. قالك والله دي بتكسب النبات اللون، تخلي لونه حلو كده. طيب يا صديقي موجوده فين؟ بص بص، موجوده فين؟ في جذور اللفت. بص على جذور اللفت كده هتلاقي لونها غريب اهي. بتلات الازهار، البتلات بتاعه الازهار زي اللي انت شايفه دي، البتلات بتاعه الازهار شايف الوانها عامله ازاي؟ طيب الثمار زي الطماطم يا صديقي، الطماطم لونها احمر ليه؟ قالك والله عشان عندها صبغه الكاروتين. لما يجي يقول لك الجزر ليه لونه كده، اقول له عشان عنده كاروتين. المانجا ليه شكلها كده؟ علشان عندها كاروتين. عيش بقى يا صديقي، عيش وما تقوليش. طب بص بقى، البلاستيدات الخضراء، البلاستيدات الخضراء دي قال لك والله عندها صبغه اسمها الكلوروفيل. الكلوروفيل ده لونه اخضر. طالما البلاستيده دي موجوده عند نبات البلاستيده اللي نوعها خضراء دي، اعرف ان النبات ده خلاص بقى اخضر. يبقى تاني يا صديقي، البلاستيده دي عندها نوع من الصبغه اسمه ايه؟ كلوروفيل. كلوروفيل لونه ايه؟ اخضر. ما هي اسمها البلاستيده الخضراء، عندها صبغه بتخلي لونها لونه ايه؟ اسود. ما هي هتخليها لونها اخضر، صح كده يا صديقي؟ طيب بتعمل ايه؟ تقوم بعمليه البناء الضوئي. خلاص خلصت الكلام كله انت، خلصت. تقوم بعمليه البناء الضوئي، موجوده فين؟ اوراق وسيقان النباتات الخضراء. تمام كده يا صديقي؟ دي مقارنه سهله قوي، ما فيهاش اي حاجه ما بين البلاستيده البيضاء والملونه والخضراء. اعتقد الموضوع النهارده ما فيش فيه حاجه صعبه، صح كده يا صديقي؟ ما فيش. والمحاضره الجايه كمان سهله، عايز اقول لك المحاضره الجايه ما فيهاش اي حاجه صعبه، وهتفيدك كمان ان شاء الله لما تدخل تانية ثانوي وتالتة ثانوي وتخش مرتاح، وما بعد الثانوية العامة كمان لما تدخل كلية علمية بإذن الله. الكلام ده هيفيدك جدا، الكلام ده انت بتبني عليه المفروض بعد كده، يعني مش هتعمل له ديليت وتبدأ تدرس من الأول، لأ انت بتبني على الكلام ده، فلازم تكون مدرك وعارف الكلام ده من البداية. مأسس لنفسك طريقة مذاكرة تمشي عليها، صح كده يا صديقي؟ علشان الدنيا تبقى مظبوطه معاك وما تلاقيش اي حاجه بتعطلك او اي حاجه بتوقفك او بترجعك لورا حتى على الاقل. اتمنى يا صديقي تكون فهمت المحاضره النهارده. لو فهمت المحاضره فده كان توفيق من عند ربنا عز وجل. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الطلبه. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل سبسكرايب اصلا للقناه. في مراجعه وليله ودنيا ثانيه جايه، انت قاعد معايا لسه لثالثه ثانوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. مع السلامة شباب.